هيا تفضل سيدي. اي سمعت بيك جاي اخوك جالي فايش لهني تحب على شويه نصايح نتاع باك وما نلومكش ما نلومكش، انسان قدير كيفي انا الاستاذ العبقري العلامه ناجح ب 17.05 باك تكنيك دفعه 2013 الترتيب 120 على الجمهوريه، جايب 20 على 20 في اللونجلي. دونك انا متاكد وانت متاكد اللي من ضمن الناس اللي تعرفهم سيادتك الكل العبد لله اكثر انسان مؤهل باش يعطيك نصايح على الباك. ولكن قبل ما ندخل الفيديو حبيت جست بعجاله نحكي لكم اللي فالورانت عامله مسابقه تنجم انت من خلالها تربح 10000 فالورانت بوينتس. كما تشوفوا هذا الموقع اللي قدامنا فيه تشالنجز، عندنا 6 تشالنجز لهنا، يكفي انك تختار تشالنج مثلا نينجا ديفيوز لهنا، تعمل تقديم المشاركه نتاعك لهنا، تختار وين الكليب اللي تحب تبعثه انت. بالنسبه لي انا في التويتش مثلا، دونك نختار التويتش ننزل على الخطوه التاليه، هذايا اللينك ونسموها ما نعرفش بيست نينجا ديفيوز، هذايا اللينك تك لهنا ذا بيست اوف ذا بيست، تك الخطوه التاليه. فهمتني؟ هذايا المركز الاول والثاني والثالث كما حكينا، انا نوافق برشا على الشيء هذايا. وفوالا هاك نكونوا احنا نزلنا على النشر، ولا لازمك توافق بطبيعة الشروط من بعد النشر، وهكا مرحبا بيك دخلت معنا في مسابقة اضرب ضربتك. مازال عندكم شوية وقت كهو الولاد، دونك سارعوا بالتسجيل، والرابط تلقاوه اللوطة في الديسكريبشن بوكس. دونك خلينا ندخل طول في صلب الموضوع بالنصيحة رقم واحد اللي تقول إذا كان أنت ماكش فاهم حاجة كونسيبت نتاع مات ولا فيزيك ولا سيونس ولا إلى آخره، صدقني راهو في الأغلب وفي 99% من الحالات ماهيش غلطك، راهي غلطة السيستيم إدوكاتيف، النظام التعليمي الخرمة هذايا اللي حاط 30 و40 ركبة في نفس الكلاس يقري فيهم بروف واحد كهو، يعني بلغة أخرى طريقة واحدة كهو متاع تعليم، ويتوقعوا أنه هالثلاثين واربعين رقبة كلها تفهم. دونك بحكم أنه السيستيم هذا مش بشي يتبدل، أنت لازمك تاخذ الأمور بزمام الأمور، ولا تاخذ زمام الأمور بيدك. حسيت مش لازم تعب روحك، مش لازم تعب روحك، من حسن حظك يا حبيبي أنك تعرفني الحل عند اليوتيوب. اي حاجه ماكش فاهمها تصدم على اليوتيوب، ماكش فاهم ديريفي تمشي لليوتيوب تكتب ديريفي، ماكش فاهم ار ال سي تمشي ليوتيوب تكتب ار ال سي، ماكش فاهم لي فورس لي مومون الجو هذاك الكل تمشي اون فوا تكتب الاشكاليه نتاعك في اليوتيوب باش يخرجوا لك مئات بالالاف الفيديوهات، كل فيديو من هذوما الفيديوهات يتنافس باش يفهمك انت. ثم 1000 2000 اللي هو بروفيسور معلم استاذ يحبك انت تجي تتفرج في الفيديو نتاعو باش تفهم الكونسيبت هذاك. صدقني باش تتفاجئ وقت اللي في اقل من درج ولا درجين ولا ربع ساعه باش تفهم شنو هو الديريفي، وقت اللي البروف نتاعك معدي لك كور نتاع 6 جمعات ولا نتاع شهرين وهو يفسر لك في الديريفي. نعاود ونلخص، اي مشكله عندك اي حاجه ماكش فاهمها خويا عليك باليوتيوب، اصدم على اليوتيوب، اكتب الحاجه اللي ماكش فاهمها في اليوتيوب وما تخرج كان فرحان. خلينا نتعداو للنصيحه الثانيه. النصيحه الثانيه متعلقه بالحفظ، برشا ناس يواجهوا مشاكل في الحفظ وانا واحد منهم، ولكن بفضل التقنية العظيمة هذه الميموري بالاس، ونتصور جماعة اللي تبعوا فيها على الانستغرام يعرفوا التكنيك هذه. ما تنساش تبع على الانستغرام عاد هوك اللي منا ولا من غادي تبع، عاد تخلينيش نتهدف التقنية هذه إلى تحويل المعلومات الابستراكت بالنسبة ليك، معناها اللي انت تحسهم ما مش مفهومين ولا صعيب باش تحفظهم ولا اللي هو، يتحولوا المعلومات هذيك الى قصه، الى حاجه عندها بعد انساني، الى حاجه عندها علاقه بيك انت وبالذكريات نتاعك. شنو نقصد؟ اذا كان مثلا لازمك تحفظ نومرو، نقول النومرو هذايا 7 6 5 5 1، برشا ناس ولا خلينا نقولوا برشا بهايم كيحاولوا يحفظوا النومرو هذايا شنو تلقاه يعمل 7 6 5 5 1 7 6 5 5 1 7 6 5 5 1، على اساس التعويذه هذه اذا كان باش يعاود النومرو 10 مرات ما عادش باش تنحى من مخه ولا درشني. خليني نعطيك تقنيه احسن اللي هي الميموري بالاس. لهني لازمك تاخذ النومرو هذايا وتحوله الى قصه، مهما كانت القصه المهم حاجه بالنسبه ليك انت تنجم تتذكرها وعندها معنى. بار اكزومبل 7 6 5 5 1 ينجم يولي بالنسبه لي انا 7 6، كما بالمصري 6 معناها امراه، 7 6 عمرهم 55 يتعاركوا على 1، 7 6 5 5 1، ولهنا فجاه هذا النومرو اللي متكون من 5 ارقام من اللي كان حاجه ابستراكت
ولات قصه. وقت اللي يجيني السؤال في الامتحان يقولوا لي ما نعرفش سؤال متعلق بالنومرو هذايا شنو باش يجي لمخي، باش تجي المشهد نتاع انه ثم سبع نساء عمرهم 55 يتعاركوا على واحد. من هني للي نخرج من الاكزاما هذاك امبوسيبل ننسى المشهد هذايا. دونك لوجوا عليها اكثر زاده في اليوتيوب ميموري بالاس، تعاونكم بالكدي بالكدي. خلينا نجي طويكة للنصيحة الموالية. النصيحة الموالية لهني هي تتعلق بالريتم متاع القراية. برشا ناس يسألوني هل أنه 4 ساعات كل نهارك فيه ولازمني 6-3 سوايع يزي ولا نزيد. لهني للأسف الإجابة تختلف من إنسان لإنسان، صديقو على خاطر من حاجتين. أولا منك أنت كإنسان، ثم ناس يحفظوا في ساعك يقرأوا حاجات، ثم شكون يحفظ في ساعك يكتب، ثم شكون يسمع، ثم شكون إلى آخره. كل إنسان عنده طريقة معينة، كل إنسان من الاخر كل انسان مش عطاه ربي، خلينا نقولوها بالطريقه هذه. ومن جهه اخرى عندك الماتير اللي انت قاعد تحضر لها، معناها مش كيما باش تحضر الماد، مش نفس الديمارج باش تستعملها باش تحضر سيونس ولا باش تحضر تاريخ وجغرافيا الى اخره. دونك ثم شويه دي فاكتور يتبدلوا لهنا. ولكن الحاجات اللي انا متاكد منهم هو انه اذا كان انت طوب باش تبدا تقرا على روحك، شنو تعمل؟ تبدا بشويه بشويه، تبدا بشويه بشويه، لربما باش تبدا تقرا درجين تعمل بوز، تعاود تصدم بربع ساعة تعمل بوز، وبعدك تولي نص ساعة تعمل بوز إلى آخره. معناها أبدأ سايس روحك واحدة واحدة، وبشوية بشوية زيد طول فك الوقت بتاع القراية اللي موجود ما بين البوز والبوز. حاجة أخرى مهمة، لازمك تاخذ بوز، لازمك ترتح فخار ربي. السؤال هو لهني وقتاش لازمني نعمل بوز؟ هل أنه يتعداو ساعتين باش نعمل بوز؟ هل أنه يتعدى ساعة باش نعمل بوز؟ حسب رأيي أنا وقت اللي تحس لمخك تبلوك وشيط سي بون، وقتها لازمك تاخذ بوز. على خاطر شنو يصير؟ كان تقول أنت باش نعمل بوز كل ساعة، وتجي أنت تعداو 40 دقيقة وفجأة مخك تسكر، صحيح تحس أنه مخك قالك والرب العالي لنزيد ندخل حتى معلومة، باش تقعد 20 دقيقة تتفرج في الكراسة متاعك وداس فيها اللي أنت تحاول تفهم، وأنت هكاكا ضيعت 20 دقيقة. دونك شنو اللي لازمك تعمل؟ وقت اللي تحس مخك بدا يتبلوك، وقت اللي تحس بدا تخرج من خشمك الحكاية، تعمل بوز، تمشي تعمل حاجة أنت تحبها. ماذا بيك ما تطولش زادة في البوز، تمشيش تضرب هالي نص ساعة بوز، لا، بوز متاع درج درجين، اعمل فيها اكتيفيتي انت تفرحك، انت تعمل عليها جو، باش هكا تدخل بنفس جديد على القرايه نتاعك. هذايا شيء يسمى بالبوزيتيف رينفورسمنت، وهذه التقنيه اللي رينيو بها الحيوانات، واحنا بينا حيوانات دونك نفس الشيء يخدم علينا. مثلا الكلب وقت اللي تحب ترينيه باش يعمل فازه، شنو تعمل؟ بشويه بشويه باش تتعلم فيه يعمل فازه هذيك، وكل ما يعمل حاجه صحيحه باش تعطيه هديه، باش تعطيه كادو، باش تعطيه خلينا نسموها مكافأة، خاطر هو تعب باش خذا الشيء هذاك، تعطيه مكافأة. شنو يصير في مخ الحيوان؟ يولي يقول اوكي الاكتيفيتي هذه مربوطة بالمكافأة هذه، كان نعمل انا الشيء هذايا بصحيح راهو باش تتم مكافأتي. نفس الشيء يولي موجود في مخك، تولي تقول اذا كان انا باش نعدي نص ساعة نقرا على روحي راني باش نتكافأ. ما نعرفش عليك انت كيفاش تكافئ روحك، فما شكون يدور شويه على الانستغرام، فما شكون يتفرج في فيديوهاتي على اليوتيوب، فما شكون يلعب طرح روكت ليك الى اخره. دونك اذا كان تحس مخك بدا يتبلوك تعمل بوز، بوز اعمل فيها حاجه انت تحبها برشا، ما تضغطش او يا ربي ما تطولش برشا في البوز، ماذا بيك ما تفوتش درجين، على خاطر شنو يصير؟ راك باش تخسر المومنتوم، راك باش تخسر زخم الحركه اللي قاعد تبيلدي فيه. مهم برشا الشيء ذي، على خاطر انا متاكد اللي كلنا مره في حياتنا دخلنا في ما يسمى بالزون. شنو هي الزون هذه؟ الزون هذه وقت اللي مخك يعمل طق يكليكي وتحس انك بديت تفهم كل شيء. صار هكا هذه، صار هذه تخدم هكا، وتلقى روحك تجاوب على الاسئله كل بالصحيح وماشي في 100 باهي، وتحس روحك ترينو ما ثم حد شيء نجم يوقفه. هذاك احسن احساس لازمك توصله في القرايه. ولكن الترينو هذا راه ثم حاجه تنجم توقفه، اللي هي كان مثلا تقول صار هكا الحكايه، هاي باهي خلينا نمشي نعمل ساعتين بوز، باش ترجع تلقى روحك رجعت من الصفر. دونك باش نلخصوا كل شيء، تحس مخك بديت بلوك تعمل بوز، بوز ما يلزمهاش تطول شويه، اون فوا بديت تبني فك الريتم، بديت تبني فك المومنتوم تاعك، ما تخلي حتى شيء يكسر الريتم هذاك، حافظ على نفس الريتم هذاك. واخيرا وليس اخرا، النصيحه حسب رايانا حتى حد ما يحكي فيها، اللي هي تشيل، تيك ات ايزي برو، ما هو الا امتحان في الاخر. راك عديت مش عارف 12-11 عام من حياتك وانت تعدي في الامتحانات، الباك ما هو حتى شيء جديد.
ما هو حد شيء جديد، نفس الشيء راهي باش تكون ورقة مكتوب عليها أسئلة، عندك ستيلو في يدك باش تجاوب على كل الأسئلة هذاكم كيما كنت تعمل طوال الكاريير إدوكاتيف متاعك. ما ثم حتى شيء جديد لهني، وصدقني أول ما تحط ترمتك على الكرسي وباش تبدا تعدي في الإكزامان الباك متاعك تلاحظ أنه ستريس هذاك الكل يتنحى، وتفكرني وقتها تتشوف الوجه النير هذا يظهر لك وقتها في مخك، فهمتني؟ وتقول والله يرحم والديه جالي فايش كان عنده الحق، ما هو إلا إكزاما في الأخر الوليد، ما تضغطش برشا على روحك، راكريت 100,000 إكزاما كيف ومن قبل ما ثم حتى شيء جديد. وحتى إذا كان ما نجحتش فيه الباك راهو مش مشكل، راك نجم تعاود العام الجاي وما وفتش الدنيا، ياما ناس دوبلو ونجحوا في حياتهم. هاني أنا واحد من الناس طويكة، سيبوزين كون كملت قرايتي عندي 3 سنين هاني لطاو مازلت نقرا، نجم تقول جالي فيش مدوب 3 سنين، بالنسبة لي أنا لا مانيش مدوب 3 سنين، خاطر فك 3 سنين هذاكم عملت برشا حاجات أخرين، ما ضاعوش السنين هذاكم من عمري. دونك تيك تيزي شباب، اتنفسوا، ماهيش حاجة مستحيلة، ماهيش حاجة عمركم مريتوها، راهو في الاخر ورقة وستيلو باش تجاوب وتخرج على روحك. دونك نتمنى حظ وافر للناس الكل. ابار ساعة عملت بودكاست انا تتقوى من الفوق في كوان لهني، بودكاست كامل على الباك، ساعة كاملة وانا نهر. اذا كان مهتمين باش تسمعوا ماذا بي علاش لا، حاجة تزيدني شوية في الفيوز. ابار ساعة كالعادة كل لايك سبسكرايب الى اخره. نعم بوزينكم، شكرا على حسن المتابعة والاستماع، ونشوفكم في فيديو قادم.